فبعد مرحلة المقاومة المسلحة الأولى التي شهدتها كافة أرجاء الوطن ضد الاحتلال الأجنبي، ظهرت الإرهاصات الأولى للنضال السياسي الذي لاحت تجلياته بالمدن والبوادي. ومن ثم وثيقة المطالبة بالاستقلال لقادة الحركة الوطنية في 11 يناير 1944، بتنسيق تام مع بطل التحرير والاستقلال جلالة المغفور لمحمد الخالص. هذا الحدث التاريخي الذي هز أركان الإقامة العامة وأربك مخططاتها وحساباتها، فسارعت إلى اعتقال زعماء وقادة والزج بالعشرات منهم في غياه بالسجون والمنافي. وسيشتد الصراع بين أبي الأمة وبطل التحرير والاستقلال وسلطات الإقامة العامة للحماية الفرنسية إثر الزيارة الملكية لهذا العدوان الآتم. وانطلقت ملحمة ثورة الملك والشعب التي جسدت أروع صور الالتحام الوثيق والوفاء المتبادل بين القمة والقاعدة، وأسمى مظاهر التضحية والفداء دفاعا عن حمى الوطن وحياضه وصيانة مقدساته وتوابيته. وما كان أمام المستعمر الذي أنهكته الضربات المتوالية لرجال الحركة الوطنية والمقاومة والحركات الفدائية وانتصارات أبطال جيش التحرير إلا الرضوخ لإرادة العرش والشعب والشروع في محادثات ومفاوضات مع السلطان الشرعي وزعماء الحركة الوطنية، تكللت بحصول البلاد على استقلالها وعودة بطل التحرير والاستقلال إلى أرض الوطن مظفرا منصورا داعيا إلى مواصلة الجهاد الأصغر بالجهاد الأكبر. Спасибо.